وقت ممكن نظرا لأن الحملة تكاد تنتهي الآن تقريبا مازال أسبوع، مازال أسبوع الحملة، دونك ماذا بينا القرار يخرج في آخر وقت. نعرف اللي فما طبعا يعني إجراءات تقوم بها المحكمة وتعطي حق الدفاع وإلى غير ذلك، لكن إن شاء الله ما تتأخرش على خاطر الموضوع هذا أدخل نوع من البلبلة في بين المؤسسات العالمية، شكون مسؤول شكون مسؤول. لكن أنا أقول كما تعودتم من 2014 الهيئة العليا المستقلة للسمع البصري هي التي تراقب وتتابع وترافق طبعا التغطية العالمية للحملة الانتخابية. أما ما عنده زي معروف يعني أي خبير أو أي حتى طالب في الحقوق في كلية الحقوق يقول لك يعني قرار ترتيبي لا يرتقي إلى رتبة القانون، فما ترتيب القوانين. هذه النقطة الأولى، إن شاء الله ترجع الأمور للنصاب في أقرب وقت. كان من المفروض أنه حتى ولو ما فماش قرار مشترك كل هيئة تلتزم بصلاحيات معناها وتكون العملية معناها ما فيهاش حتى إشكال، يعني لا بالنسبة للصحفيين لا بالنسبة للمترشحين. بس كل تعرف ما نحبش نلح برشا الخبرة اللي اكتسبتها الهيئة العليا المستقلة للسياسة المصرية في المتابعة وفي التسجيلات وفي الوقت ومراقبة احترام مبدأ التناسب أو التناسق. هذه خبرة في خبرة. طبعا احنا في عمليه الرصد نتاعنا الدكتور طبعا مرتكزه على قواعد منهجيه علميه وموضوعيه وخاصه قانونيه، لانه ما نجموش نحكيوا على فروقات طالما ان هي مش موجوده في القانون، خاصه القانون الانتخابي في هذا السياق بالذات. الى حد الان في طيله الاسبوع الاول تم تسجيل زوج فروقات فقط. الخرق الاول المتعلق بحضور مترشح في برنامج رياضي، برنامج غير مخصص للمترشحين، والخرق الثاني يتعلق بعدم احترام قاعده المساواه في نفاذ المترشحين برنامج في إذاعة عمومية، خاصة لأنه برنامج حواري قائم بالأساس على المساواة في المدة المخصصة أثناء الإجابة عن الأسئلة. الإجراء اللي كان ضدهم شنو؟ الإجراء كما تعرفوا أنه الهيئة دائما تكون العملية الأخير قرار بتاعها وفقا لمسار تدرجي. في القرار المبدئي كان هو لفت نظر على أمل أنه باش يتم تدارك هذه الأخطاء في بقية الأيام من الفترة المرحلة. بالنسبة لعدد الولوج لمؤسسات الإعلام، عدد النساء اللي شاركوا بعد الإحصائيات يعني أبرزها تقريبا بصفة عامة، احنا سجلنا نفاذ حوالي 731 مترشح من مجموع 1055 مترشح إلى وسائل الإعلام، ولكن هذا العدد يرتفع إلى حدود حوالي 932 مترشح، أي بمعنى هناك أكثر من 182 مترشح نزلوا لأكثر من وسيلة إعلامية لبين زوج وثلاثة وسائل الإعلام. ولكن بصفة عامة اليوم نسبة على الأقل النفاذ إلى وسائل الإعلام تتجاوز حتى 70-75% بتفاعل. قلت أنه تم إقصاء أو ربما تغييب الأشخاص ذوي الإعاقة من الحملة. طبعا هو أنه إحنا الحقيقة في خاصة في القناة الإذاعية ما تجمش تعرف حضور المترشحين والمترشحات من ذوي وذويات الإعاقة، ولكن احنا نطلب به انه على الاقل وسائل الاعلام الاذاعيه بتمكننا بالتقرير في نهايه الحمله تقول شكون المترشحين والمترشحات اللي نبذوا لوسائل الاعلام وللقنوات الخاصه بهم، وشنو ما التدابير تم اعتمادها لتسهيل نفاذ ذوي الاعاقه الى البرامج الاذاعه او القنوات. وهذا مهم جدا، يعطينا على الاقل فكره على المسؤوليه اللي قامت بها كل وسيله اعلاميه في ضمان حق النفاذ بصفه متساويه بين كل المترشحين. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.